أنه لم يشمل ونال بالوحدة من أجلها، تستحق العطاء ولا تنسى عطاءها. السر سكين أحمر وأطعن فيه غاصبة. بار يونش العرب سكتة ما تهدر وجه زي الفم للثورة مجمار صبر وشتينا والريحة والضر غزورة منطع نجس الأخبار وجه زي الفم. إذن في هذه الأمسية وفي هذه الندوة العلمية اليوم التي حقيقة كانت مخصصة للقضايا الشعرية اللي عند مالك علولة، فربطناها بأحداث التي تحدث في غزة مساندة طبعا للقضية الفلسطينية، ويعني قلوبنا حقيقة مع إخواننا في غزة. إذن الأكاديمية في هذا الإطار فضلت أن تقف هذه الوقفة وقفة تضامن وقفة ترحم، كذلك وقف وقفة ترحم على أرواح شهداء غزة وتضامن مع القضية الفلسطينية ومع إخواننا في غزة. والقضية هي قضيتنا جميعا يعني، والجزائر معروفة يعني بموقفها دائما المساند القوي يعني للقضية الفلسطينية، وستبقى كذلك ونظل كذلك نناضل. وفي هذا الإطار أكاديمية الوهران للدراسات العلمية والتفاعل الثقافي تحضر إن شاء الله لملتقى وطني. هذا الملتقى سيتناول ما تناوله المبدعون والكتاب في بسبب هذا الحدث، حدث طوفان الأقصى، يعني كيف تأثروا كيف أبدعوا في هذا المجال، ما يعني كيف كانت انطباعاتهم تجاه طوفان الأقصى، طبعا تحت شعار الأقصى قضيتنا الأولى. إذن إن شاء الله ستكون مشاركات يعني من الجميع في هذا الملتقى، وننتظر ما سيقدمه المشاركون على المستوى الوطني. ودائما أكاديمية الوهران للدراسات العلمية مع القضية، وهنا أردت فقط أن أقف وقفة احترام للأستاذة الدكتورة هدية المشهراوي من غزة، الجامعة الإسلامية بغزة، وهي عضو شرفي في الأكاديمية، وكانت تقدم الكثير وتساهم من أجل إنجاح فعاليات الأكاديمية، وللأسف قصف بيتهم في اليوم الثالث من القصف. فنتمنى إن شاء الله أن تكون بخير وأن تتحسن الأوضاع وأن تعود المياه لمجاريها كما يقال. وكذلك وقفة للدكتور إبراهيم يحيى من جنين كذلك من فلسطين، وهو طالب يعني نال درجة الدكتوراه هنا من جامعة وهران واحد، وهو أستاذ الآن بجامعة شلف. نسدي كذلك الاحترام لتضامنه معنا في الأكاديمية والمساهمة في نشاطات الأكاديمية، وشكرا لك.